بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحلقة التاسعة شرح برنامج سيمنز ان اكس. هناخد النهاردة السناب بوينت وهناخد الشامفر والفيلت. فخلينا نبدأ مع بعض. نيو موديل، قول له اوكي، ونيجي نرسم سكتش. هختار البلين اوكي اكس واي، واجي ارسم ريكتانجل بمعلومية نقطتين. جميل قوي. اول حاجه في السناب بوينت انيبل سناب بوينت. عن طريق الايقونه دي بفعل السناب بوينت كامل او مفعلوش. فنيجي نقف الاول عشان نعرف ايه الفرق ما بين السناب بوينت وغيره. فانا عندي الماوس بتاعي عباره عن كروس وعليه دايره. لو جيت وقفت على نهايه اي نقطه او المنتصف بتاع اي خط، هلاقي الدايرة بتاعتي بتتحول لمجموعة من الأسهم زي ما احنا شايفين، بتشاور على النقطة ومعلم النقطة السنتر بتاعها أزرق والداير بتاعها أحمر. ده معناه إن النقطة بتاعتي متعلمة في السناب بوينت. أقدر ببساطة أجي أضيف لها خط، ومن غير ما أفكر كتير أول ما أقرب من النقطة اللي أنا هضيف الخط عليها ألاقي على طول النقطة بتظهر وبتكبر شوية عن الطبيعي أو بتتعلم باللون الأحمر وعليها مجموعة من الأسهم عشان للتسهيل عليا. هضغط كليك وأعمل لاين. أبقى أنا كده ضمنت إن النقطة بتاعت الستارت لاين أو النقطة في اللاين منطبقة تماما على النقطة اللي أنا بدأت عليها في الفيرتكس بتاع المستطيل. تاني نقطة هروح أقرب من البوينت، هلاقيها برضو ادت نفس العلامة. ساعة ما اضغط اند بوينت يبقى انا ضمنت ان النقط متطابقة 100%. طب تعالوا بقى نلغي السناب بوينت. احنا كده عرفنا ان السناب بوينت فيه نقط بيعلم عليها عشان يظهرها، عشان يوفر عليا لما اجي اضيف عليها او ارسم عليها. طب نيجي للسنتر، اجي اقف على السنتر الاقيه بيحدد لي نقطة السنتر فين، السنتر بوينت. فانا مش محتاج انصف مثلا 66 اقول اقعد اقيس اقول دول 33 وبعد كده من ال 33 هشد خط، لا. اجي اقف على الخط هو يجيب لي على طول السنتر بوينت. طب نيجي نقفل نعمل الديسيبل، ابقى انا كده قفلت السناب بوينت. نيجي بعد كده اقف في السنتر، مفيش، مش حاسس بالنقطة، مش حاسس بنقطة السنتر. اجي اقف على الفيرتكس، مفيش في السنتر، مفيش. طب لو انا جيت دلوقتي ارسم خط او ارسم دايرة على الفيرتكس هنا من غير ما افعل الانيبل، هقفل السناب بوينت واجي ارسم الدايرة بتاعتي. طيب انا كده ابقى ضامن منين ان انا واقف على السنتر بالظبط، ما اتحركتش يمين ما اتحركتش الشمال. وخلينا ناخد بالنا ان شمال ويمين دي ارقام من 1000، بس برضو ممكن في الرسومات الدقيقة تأثر على الرسم. يبقى انا كده هرسم، هضغط في اي مكان وارسم الدايرة. يبقى السناب بوينت بتسهل عليا كتير لو انا فعلتها ومتفعل معاها هنا الارك سنتر، اجي على طول ارسم في الاند بوينت ارسم الدايرة بتاعتي. طب رسمت دايرة بقى ليها سنتر بوينت، خلينا نقفل السنتر بوينت هنا بالارك سنتر واجي اقف على الدايره، مفيش، مش حاسس بحاجه. مجموعه السناب بوينت الموجوده اول حاجه فيها الاند بوينت، يبقى الخط اللي انا برسمه له بدايه وله نهايه ومتعرفه بنقطه. تاني حاجه الميد بوينت، زي ما احنا وقفنا على الخط وحدد لي السنتر، هو ده الميد بوينت، هو ده الميد بوينت بتاع اي خط. تالت حاجة هي مش متفعلة دلوقتي لكن بتستخدم في الكيرفس أو السبلاين. فلو جيت أرسم سبلاين ومنجيله إن شاء الله هنفعل النقطة بتاعته الكنترول بوينت. بعد كده عندي برضو سبلاين أو على الأسطح، وده هناخده في السيرفس
ازاي مجموعة النقط دي اظهرها واقدر اتحكم فيها، اللي هي المقابض اللي بتحكم فيها في الكيرفيتشر بتاع الشكل. مجموعة كمان عندي الانترسكشن، ودي التقاطعات. لو انا عندي دايرة ارسمها وبيمر بيها خط، فانا عندي الدايرة مرسومة، اجي امرر بيها خط مش متفعل السنتر، اجي افعل الارك سنتر، اجي عند السنتر الاقيه اتفعل وارسم الخط بتاعي. طيب الانترسكشن الموجود هنا ما بين الدايرة والخط فين هي؟ لو انا فعلتها الاقيهم هنا شايفين نقطة التقاطع، جابها لي. اشيل التفعيل يبقى انا كده واقف على الدايرة ولا واقف على الخط؟ مرة اجيبها لي على الدايرة زي ما احنا شايفين، ومرة على الخط، مفيش نقطة بتجمعهم. افعل الانترسكشن، الاتنين اتعلموا بأصفر زي ما احنا شايفين، وحدد لي النقطة بتاعة التقاطع. اقدر بسهولة ان انا اجي ارسم منها خط. جميل كده. طيب عندي مجموعة الكوادرانت بوينت، ودي مجموعة نقط موجودة على الدايرة بتحدد الزوايا ال 45 وال 90 وهكذا لحد 360. فلو انا فعلتها يجيب لي الدايره بتاعتي الزوايا ال 180 ال 90 وهكذا. عندي كمان existing point، ودي نقاط التقاطع زي ما احنا شايفين ومرسوم على الشكل. عندي بعد كده point on curve، لو انا عندي الكيرفيتشر برسم كيرفات وعايز احدد عليها نقط او نقاط التقاطع الموجوده على الكيرف، بتحدد عن طريق ان انا افعل بوينت اون كيرف او السناب بوينت. مجموعه الفيس والبوندد او البوندري هنجي لها ان شاء الله في وقتها عشان ما نسبقش الاحداث. يبقى انا عن طريق الانيبل والديسيبل بفعل واقفل، افعل واقفل الايه السناب بوينت. كده خلصنا السناب بوينت، عرفنا اهميتها، عرفنا ازاي لو انا لقيت عندي حاجة انا محتاج اقف عليها وارسم ومش متفعلة، ما لقيتش النقطة، اشوف فين السناب بوينت الخاصة بيها وافعلها. جميل كده. اجي امسح الرسم بتاعي وديليت من الكيبورد. نيجي بعد كده للشنفر والفيلت، ونرسم مع بعض مستطيل بمعلومية نقطتين عشان نوقع عليه الشنفر والفيلت. اسيب الرسم بتاعي هو اوتوماتيك بيحط لي الابعاد زي ما احنا خدنا الحلقه اللي فاتت، وبيربطها بنقطه الاصل. اول حاجه لو انا ضغطت على ايقونه شنفر بيجيب لي اختار سيلكت لاينز. سيلكت لاينز اختار الخطين او الخطوط اللي انا هعمل منها شنفر. طيب فانا عندي اول خطين، كليك على اول خط وبعد كده تاني خط. عمل ايه؟ اداني في ايدي هنا مع الماوس اداني الديستنس، واجي هنا في الاوفست الاقي الشنفر طيب عندي سيمتريك. سيمتريك يعني زي ما اقطع في الضلع هقطع في الضلع الثاني بنفس المسافه، يبقى سيمتريك 95 مللي او 100 ملي متر، واضغط كليك واحده كده. عمل ايه؟ قطع الخطوط على امتدادها وعمل لي شنفر مسافه 100 ملي من كل ضلع ووصل النقطتين ببعض. يبقى دي اول حاجه سيمتريك متماثل 100 و100. تاني اختيار ايه سيمتريك؟ خلينا نختار ضلعين تانيين ونيجي هنا نختار ايه سيمتريك. الايه سيمتريك غير متماثل. غير متماثل يعني ممكن اضيف 56 61 61، لا انا هغير، هعمل واحده 100 واضغط تاب من الكيبورد واختار التانية 50. زي ما احنا شايفين عمل ايه هنا؟ حطلي الديستانس 1 عليها 100 زي ما احنا شايفين كده، والديستانس 2 عليها 50. طب عاوز اعكس، اتحرك بالماوس يبقى 100 ديستانس 1 50 ديستانس 2 واضغط انتر. عمل ايه هنا؟ قطع في ناحية 50 والناحية التانية 100، يبقى ده ايه سيمتريك. تالت نوع
offset and angle. الoffset مديني ضلع وزاوية، ده معناه ان هيقطع في ضلع واحد مسافة 100 ملي، وبعد كده يمد زاوية 30 درجة، وزي ما تقطع الخط الامتداد ال 30 زي ما يقطع في الخط التاني هيقطع. يعني مش مهم مسافة الخط التاني تبقى كام، لكن المهم عندي يوقع المية الاول على اول خط مثلا، ادي 130 ونختار الخط التاني. بيديني هنا الديستانس والانجل، فانا هعملها 100 وتيب اختار 30 وانتر واضغط كليك. عمل ايه هنا؟ قاس 100 مليمتر، وبعد كده قام شفت الخط 30 درجة ومده على امتداده لحد ما قطع الخط التاني، وبعد كده شال الزيادات. يبقى الشنفر التاني ده الضلع اللي هو قطعه من هنا انا ما عنديش البعد بتاعه، لكن انا عندي 100 وعندي 30 وعندي الزاوية قايمة ممكن استنتجه او اقيسه. جميل كده. نيجي اخر فيرتكس ونعمل سيمتريك. ساعات بدل ما اقف على كل خط لوحده ممكن اجي على النقطة او الفيرتكس اللي جمع الخطين واضغط عليها ضغطة واحدة واقول له intersection. اداني هنا الديستانس برضو في ايدي لكن داخلي. طب انا عايز اتحرك خارجي، برضو الشنفر شغال معايا. جميل كده. طب لو انا ضغطت خارجي هيقطع في ايه؟ هيعمل ال NX، هيفهم ان انا بره الرسم، هيعمل امتداد للخطوط وبعد كده يعمل فيها شنفر 105 سيمتريك زي ما انا اخترت. كليك واحدة عمل لي هنا امتداد للخطين في الفيرتكس بدل ما يقطع اضاف، وبعد كده عمل لي الشنفر. يبقى انا ممكن اعمل شنفر داخلي واعمل امتداد لشنفر خارجي كمان. جميل كده. نسيب الرسمة بتاعتنا ونرسم رسمة تانية عشان نوقع عليها الفيلت. كليك واحدة على فيلت بيجيب لي هنا في اوبشنز بقى. الفيلت ميثود عندي تريم وان تريم. تريم لو انا هقطع هرسم فيلت هقطع في الخطين وهشيل الزيادات. ان تريم هعمل ار او هعمل فيلت وهسيب الزيادات زي ما هي. فخلينا نجرب ده ونجرب ده. التريم هضغط اول خط وتاني خط، وبعد كده اداني الار في ايدي اهيت مع الماوس، ابدا اتحكم في الراديوس بتاعها كام وهنقول 80 ملم انتر. يبقى كده عمل لي ار 80 وقطع الزيادات. نيجي الناحيه الثانيه هنختار الميثود ان تريم واختار الخطين ونعمل 80 انتر. يبقى كده عمل لي 80 وساب الزيادات. لان ساعات في الرسم بحتاج اعمل دايره مماس او ارك مماس للخطين واسيب الخطين على حالهم لان هحتاجهم. فهنا مديني الاوردر ان انا ممكن اعمل تريم وان تريم. في حاجه كمان هنا في الاوبشن والاتنين مش متفعلين وانا شغال في الميثود. يعني انا هنا انا باختياري افعلهم او لا. اول حاجه ديليت ثيرد كيرف، نيجي نعلم عليها ونختار نقطه، مش لازم اعلم على الخطين بقى، اختار النقطه اللي الار هيمر بيها واقول له intersection واحط الار بتاعتي. يبقى كده ديليت ثيرد كيرف. تاني حاجة create alternative curve، كده هيمسح الكيرف الأساسي ويعمل لي كيرف بديل له. وخلينا نشوف مع بعض عشان مع الشرح يبان أكتر. هضغط alternative وأشيل الديليت، يبقى أنا فعلت أيقونة واحدة، وأجي أضغط على الخطين وأقول له أوكي. أنا سايب هنا الريديوس أنتريم. هنا عمل لي ايه؟ عمل لي ار عكسي الترناتيف، يعني بدل ما يسيب لي الار الاساسيه اللي احنا عارفينها، لا ده مسح الاساسيه وعمل لي ار الترناتيف بديل وهي المكمله للار اللي انا هرسمها. تاني كنترول زد نرجع تاني ونعيد الجزئيه ديت، بس بدل انتريم نعمل تريم. اول اختيار ديليت سيرت كيرف،
هختار الخطين وكليك قطع، ولو في كيرف معاهم زيادة تالت هيمسحه. طيب نيجي نشيل التفعيل ونفعل الالترنيتيف، واجي اشتغل على النقطتين واضغط كليك. عمل ايه هنا؟ قطع اول حاجة بقية الكيرف، شالوا الكيرف الطبيعي اللي كان المفروض يظهر، قطع علاقته من فوق، العلاقات من فوق ومن تحت، ومد النقط اللي انا علمت عليها وقفلها ببقية الكيرف اللي انا اخترته. كده الحلقة بتاعتنا انتهت. ارجو نراجع الحلقات اللي فاتت، مهمة جدا لان الحلقات مترتبة على بعضها. ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس عشان الحلقات الجديدة توصل لنا. دمتم بخير.